وزارة الصحة والسكان هتبدأ من النهاردة إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. القوافل دي هتستمر لمدة 10 أيام ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي، أهلا بحضرتك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على كل المستمعين، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك يا فندم. كلمينا عن القوافل الطبيه المجانيه اللي هتنطلق النهارده باذن الله. ان شاء الله احنا عندنا خطه شهريه بتكون لكل محافظه بتعمل الخطه بتاعتها، سواء في مناطق محرومه او مناطق نائيه، وطبعا كل ده ضمن مبادره فخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي حياه كريمه. الحقيقه ان القوافل بتجوب كل المحافظات، طبعا دي خدمه متميزه، بنوصل للقرية أو المدينة أو أي مكان بيحتاج خدمة طبية لغاية عنده. بنطلع بالعيادات المتنقلة بجميع كل التخصصات، الحقيقة الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة والدواء كله مجانا، كله مجانا، ودي يمكن الخدمة اللي بتؤدى على مستوى الجمهورية بدون أي مقابل مادي، مجاني. يعني لو حضرتك رحتي مثلا مستشفى بيبقى فيه مثلا ممكن بجنيه مركز طبي، لكن احنا مجانا. فالحقيقه بيبقى علينا اقبال شديد جدا، ودي طبعا خدمه متميزه، ودي مقدمه طبعا من وزاره الصحه لجميع الناس اللي هم القرى الاكثر فقرا والمحدودي الدخل. عظيم. هل هي يا فندم هتكون موجوده في كل محافظات الجمهوريه خلال ال 10 ايام دي، ولا محددين محافظات بعينها؟ لا، هي هتكون مغطيه كل المحافظات. يعني مثلا هنبتدي من يوم 11 اغسطس عندنا الشرقيه، في عندنا البحر الاحمر شلاتين، يعني شوف حضرتك البحر الاحمر شلاتين بعيده قد ايه. جنوب سيناء عندنا سانت كاترين، عندنا دمياط كفر سعد، عندنا جيزه جنوب العياط، الوادي الجديد الخارجه، يعني شوف حضرتك الاماكن بعيده ازاي، لكن كل المحافظات مغطيه. عظيم. القوافل في كل المحافظات الغربيه، في عندنا الفيوم، في بني سويف، اسيوط، سوهاج، اليوبيه، كفر الشيخ، اسوان، اسكندريه، المنيا، اسماعيليه، البحيره، الحقيقه الاقصر. ومختارين كمان يا فندم الاماكن البعيده في المحافظات، يعني مش في العاصمه او في المركز فقط. ايوه يا فندم، بيبقى في اختيار للاماكن الاكثر احتياجا والاكثر فقرا، فدي بيعملوا خطه متكامله عليها، وبيبقى في تعاون ما بين المحافظه وما بين المديريه، على اساس انهم بيختاروا الاماكن على العشوائيه، المناطق المحرومه، وبتتعمل خطه متكامله وبتتبعت لنا، وبعدين معالي الوزير بيوافق عليها بنبتدي التنفيذ على طول. طيب ايه يا فندم التخصصات اللي هتكون موجوده في هذه القوافل؟ التخصصات اللي موجوده عندنا بطنه، قلب، في عياده قلب بيعمل رسم قلب، في اطفال، في نساء، انف واذن، جلديه، رمد، جراحه ومسالك، في عندنا تنظيم اسره وعظام، وفي اسنان، وعندنا عيادات اسنان على فكره. يعني عيادات اسنان دي بتبقى موجوده لو المريض يحتاج، طبعا بيكشف، لو احتاج خلع او احتاج، لو بقى احتاج عمليه جراحيه بيتم تحويله عن طريق لجنه التقارير الطبيه لاقرب مستشفى عشان ياخد الخدمه. طيب دكتوره وفاء، يعني في ناس بتبقى محتاجه بالفعل ان هي تكشف وان هي تتعالج وان هي تاخد دواء، واحنا على الجانب الاخر بنوفر هذه القوافل، لكن في ناس ما بتكونش عارفه ان القوافل موجوده عندهم في المحافظات، فبنعمل ايه قبل ما القافله تروح؟ بقى ده دور الاعلام، يعني حضرتك ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. بتستضيفني انا بقول لك كل المحافظات دي من يوم 11 لغايه يوم 20 احنا عندنا كل المحافظات شغاله قوافل، غير ان عندنا طبعا المتحدث الاعلامي دكتور حسام بينزل على بوابه الوزاره، غير كده المديريه نفسها بتعلن عن طريق التثقيف الصحي، مديريه الصحه في كل محافظه وكل الكنائس تديهم. يعني احنا عاملين منظومه اعلاميه متكامله، غير ما طبعا حضرتك النهارده صباح الخير يا مصر احنا بنذيع الاماكن والمحافظات اللي هيتوفر فيها خدمه القوافل العلاجيه. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة وفاء الصادق، مدير عام، دكتور زينب عفوا، مدير إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، نشكرك يا فندم جزيل الشكر.